برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقه منورني في الاستوديو كابتن حسين شكري، واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق 2011. هنتكلم معاه عن ذكريات كتير ليه مع النادي الاهلي، وهنتكلم معاه عن رايه كمان في الفريق الحالي، كلام كتير قوي. منورنا يا كابتن. متشكر لحضرتك، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وعايز ابارك للنادي الاهلي الصرح الجميل دوت اللي يليق باسم النادي الاهلي، وشكر طبعا على الاستضافه رغم ان انا في بيتي. يعني طبعا في بيتك يا كابتن، منورنا طبعا. ربنا يعزك. ايه رايك في التقرير كده في الاول؟ يعني بشكر الناس كلها القايمه على الـ على الـ على التقرير، وده شرف كبير ليا، وما بيتبقاش بعد الكوره غير الذكرى كويسه، وانا من اجمل ايام عمري اللي قضيتها طبعا في الملعب، وخاصه في النادي الاهلي.